السلام عليكم البنات والميمات، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا، الف مرحبا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسبوسه كتجي معلكه ولذيذه بصراحه، غتعجبكم بالمذاق ديال الشوكولاط والقهوه. بصراحه كتجي زوينه بزاف، انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم بصراحه. كتجي معلكه وبنينه وخفيفه واسفنجيه بصراحه، ما تقنعوش منها. وغنشارك معكم ان شاء الله عشيوه خفيفه ولذيذه ومنعشه لي بات بالفواكه. اول مره على اليوتيوب بصراحه، ما عمرني ما شفت شي وحده قدمتهم، فانا تعلمتها من الام ديالي. الله يخلي لينا ميمتنا كاملين يا ربي. ودابا نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، نبداو على بركه الله. وما تنساونيش ميمتي وخواتاتي الزوينات والفنات بواحد اللايك، كيف ما فرحتوني في الفيديو الاخير الله يفرحكم. بصراحه شكرا لكل وحده خدت من وقتها وخلت لي لايك وتعليق، شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. والمقادير ديال البسبوسه، 3 ديال البيضات واخدين درجه حراره المطبخ، وعندي 2 ديال لي شاسي ديال الكاكاو المر، وعندي 1 شاسي ديال الفاني، وجوج خمائر ديال الحلويات، وواحد ياغور من فئه 110 غرام ديال الفاني، وطريطقه ديال الملحه، وواحد الكاس ممسوح ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه، وعندي واحد الكاس ديال سكر سنيده الا ربع، وكاس ديال زيت نباتيه الا ربع. صافي هادو هما المقادير. وبالنسبه للي شاسي ديال الكاكاو، ممكن انكم تعوضوهم كل شاسي بمعلقه كبيره ديال الكاكاو الا كان عندكم ديال العبار. صافي وغادي نبدا ان شاء الله. جبت واحد الطبيصيله كنبدا نزيد بيضه ببيضه، بعد ما ضفت كاس الا ربع ديال الزيت في الكاس ديال مولينيكس. صافي كنبقى نزيد البيض ديالي وحده بوحده، لا تكون شي وحده خاسره حيت دابا شويه سخن الحال. صافي غناخذ العناصر ديالي كلهم غنوضعهم في الكاس ديال مولينيكس. فالطريقه ساهله مهله ديال التحضير ديال هاد البسبوسه. وكنكمل كنوضع العناصر ديالي كاملين في الكاس ديال مولينيكس، وغنزيد الشاسي ديال الفاني والخمارات ديال الحلويات. ماشي بالضروره اننا نغرب لهم هاد المره. صافي غنوضع كلشي في الكاس ديال مولينيكس ويتخلط ليا كلشي، وكلشي كيجي هو هذاك. صافي نخلي الخليط ديالي يتطحن حتى يتجانس مزيان، فانا خليته 4 ديال الدقائق. صافي غنحبس وغنسكب الخليط ديالي في المول ديال الزاج اللي عندي. ممكن ديرو في المقله ثقيله ديال المسمن اللي القطر ديالها 30 سنتيم. صافي كدهنوا بالزبده، فانا دهنت هذا المول ديال الزاج بالزبده. صافي وغنسكب فيه الخليط ونحاولوا نمسحو مزيان بالسباتيل الخليط ديالنا، ما نخليو حتى شي حاجه تضيع لا للضياع. صافي هنايا بعد ما قديتها جاتني بهذا الشكل. عندي واحد شويه ديال الكاوكاو فانا قليته وقطعته بالموس، غنوضعو من الفوق ديال البسبوسه. ممكن انكم ديروا اللوز اولا القرقاع باش كيعطينا القرمشة في البسبوسه. المهم لكم الاختيار، خدموا بداكشي اللي عندكم. انا عندي كاوكاو خدمت به، وانتم الا كان عندكم القرقاع اولا اللوز اولا كاوكاو نيت، المهم اللي عجبكم. غير واحد شويه صافي. دابا غندخلها للفران، فانا يلاه شعلته غير دابا، ماشي بالضروره انكم تسخنوه من قبل. المهم انا غنطيبها في الفران ديال الغاز، وبالنسبه لكم اللي عجبكم الا كان عندكم ديال الضوء اولا ديال الغاز اللي عجبكم طيبوا فيه. انا غنطيب غير في ديال الغاز وعافيه تكون مهيله بحال الا غنطيب شي كيك حتى طيب ونرجع معاكم. ودابا نبدا على بركه الله نصاوبوا الصوص، لاصوص ديال الشوكولاته اللي غنسقيو به ان شاء الله البسبوسه. عندي واحد الكاس ديال الحليب عادي، صافي كنزيدو في الكاسرونه، وعندي واحد المعلقه ديال الكاكاو باش كتعزز لينا الذوق ديال الشوكولاط كتعطينا مذاق زوين، وعندي واحد الشاسيه ديال القهوه سريعه الذوبان اختياريه الى ما كانتش عندكم ما بغيتوش تزيدوها اولا ما كتعجبكمش المذاق ديال القهوه ما تزيدوهاش. صافي نخلط ونزيد واحد 11 قطعه ديال الشوكولاط، فانا جبت 12 ولكن عطيت وحده لولدي. المهم غنزيد هاد 11 قطعه ديال الشوكولاته الكحله. صافي ونحط فوق البوطه مع التحريك حتى كيذوب ليا الشوكولاط. صافي وكيصبح لاصوص ديالي جاهز، باش كنخليهم شويه يدفى غير كنخرجوا البسبوسه
كتكون باقا سخونه وكنسقيوها صافي. نخلط مزيان هذا الكاكاو باش يذوب ليا مع الحليب. بصراحه البسبوسه كتجي لذيذه بزاف، فجربوها وما تنساوش تخليو ليا في التعاليق كيف جاتكم اللي جربها، فهي كتجي لذيذه ومعلكه. صافي غنزيدها 12 قطعة 11 قطعة عفوا ديال الشوكولاط. صافي غنحط الكاسرونه ديالي فوق النار ولاصوص ديال الشوكولاته ديالي ها هو وجد، فانا خليته فوق النار حتى داب ليا الشوكولاطه وبدا كيتبخ. صافي وطفيت عليه ونطلعو على البسبوسه، وهنا البسبوسه ها هي تنفخات. صافي غير واحد شويه غردها باش طيبنا على الوجه ديالها ونخرجها. وهنا صافي بعد ما خرجتها بصراحه كتجي اسفنجيه، فانا تكيتها بالموس. صافي كنلقاها طايبه ما كنحتاجوش تحمر، غير كطيب وكتخبط راسها مزيان كنخرجوها. كنبدا نقطع بموس، كنقطعوها هكا طريفات باش ملي كنسقيوها بداك لاصوص وهي باقا سخونه كتشربو مزيان وكيدخل فيها داك لاصوص وكتعلق. فانا بعد ما سقيتها بلاصوص فانا دخلتها للثلاجه وخليتها بردات واحد الساعه، ودابا غنوريكم الشكل ديالها. صافي كنهز واحد الطريف، بصراحه كتجي زوينه ومعلكه، ها نتوما كتشهي والريحه ديالها يا سلام. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها، بصراحه كتجي زوينه كتجي بحال شي كيك، وكيكون هذا هو الشكل ديالها. جربوها بالصحه والراحه، وان شاء الله غنتشارك معكم مع سيوتنا بلي بات بالفواكه، بصراحه كتعجبنا في هذا الصهد مبرده. هنا عندي هذا النوع ديال لي بات، ديروا اي نوع كان عندكم، فانا حطيت الماء حتى طاب مزيان. صافي غنزيد فيه واحد شويه ديال زيت زيتون والملح على حسب الذوق، فالماء كيكون فاتر. صافي وكنزيد لي بات، فانا عندي 600 غرام وانتم الكميه على حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. صافي نخليها واحد ربع ساعه تطيب، المهم تطيب وتبقى قابطه في راسها. وهنايا لي بات ديالي ها هي طابت وبقى قابطه في راسها، ما نخليوهاش تطيب اكثر من القياس حتى تعجن، فانا كنت كنحركها مره مره. صافي دابا غنصفيها ان شاء الله. هنايا عندي الكسكس وحطيت واحد الكميله هنايا غنصفي فيها، ما بغيتش نخوي الماء طيب في لابابو، نصفيها غير هنايا حتى يبرد شويه الماء عاد نخوي في لابابو. صافي المهم غنصفيها ان شاء الله ونخليها تسقطر ونرجع معاكم. المهم لي بات ديالي ها هي صفيتها، غنخليها تبرد غنحطها في الثلاجه، ضروري اننا نخليها في الثلاجه تبرد حيت كنقدموها كسلطه مع الفواكه. المهم الفواكه دائما داكشي اللي عندكم ديروه، البطيخ اي حاجه اي حاجه كانت عندكم ديال الديسير تقطعوها وديروها. انا عندي هكا شفت الثلاجه ديالي شنو فيها. صافي خديت جوج بنانات وخديت الخوخ، المهم الكميه على حسب عدد الافراد الاسره، وشويه ديال الشهديه ثلاثه ديال الحبيبات، وعندي هنايا الليمون، وعندي هنايا طوماط سوريز وواحد التفاحه وجوج كيويات. المهم غندخلهم غنردهم للثلاجه حتى كنبغيو نقدموها، عاد كنقطعوا الديسير ديالنا باش كيكون كلشي بارد، وحتى لي بات كيخصها تكون بارده. صافي نخليهم يبردوا مزيان حتى نبغي نقدمهم ونرجع معكم باش نتشارك معكم ان شاء الله الطريقه. ودابا على بركه الله نبدا نقطع في الفواكه. غناخذ واحد الليمونه غنعصرها حيت غنحتاج العصير ديالها باش كنديروا البنان مع التفاح باش ما كيتاكسدش. صافي كنبدا نقطع البنان ونقطع حتى الفواكه الاخرى، كلشي كنقطعوه طريفات، فكلشي كيعرف يقطع الفواكه. المهم كنتشارك معكم الطريقه اللي كندير وصافي. فتبارك الله البنات والعيالات المغربيات حادقات، والنساء العربيات كافه كلشي حادق، ما عندي ما نقول، الله يعطينا الصحيحه جميع فهي اهم حاجه. صافي كنستمروا انايا كنقطع الفواكه ديالي، غنقطعهم كلهم، فماشي بالضروره انكم ديروا نفس الفواكه اللي كان عندكم، واخا غير البنان والتفاح والليمون، المهم اللي كان عندكم ديروه. صافي انا غنقطع كلشي غير طوماط السوريز هي اللي ما غنقطعش، غنخليها هكذاك. بصراحه كتجي لي بات لذيذه هكا بالفواكه ومنعشه. صافي عندي هنايا لي بات اللي انا خليتها حتى بردات مزيان، كنزيد عليها زيت الزيتون وكنخلط مزيان. صافي ونزيد الفواكه ونخلطهم كذلك. صافي كنخلط مزيان وغنزيد عاوتاني لي بات الاخرى اللي انايا درت فيها يد الزيت في الطبسيل الاخر، زيت زيتون. صافي وخلطت الكل مع الفواكه، وهنايا غنزيد العسل على حسب الذوق،
ممكن انكم ديروا سكر سنيده، واللي ما كتعجبوش الحلاوه ما يزيدهاش، صافي غير الفواكه راهم حلوين. المهم على حسب الرغبه ديالكم، انا الوليدات كيبغيو شويه ديال الحلاوه، صافي زدتهم العسل صافي، وكيكون هذه هي العشيوه ديالنا اللذيذه والخفيفه والمنعشه. بصراحه جات لي باط كتحمق، كليناها بصراحه كتجي لذيذه وزوينه بزاف بالفواكه. وما تنساونيش ميماتي اخواتاتي الزوينات بواحد اللايك واشتراك وتعليق محفز. تهلاو في ريوسكم الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.